بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله إحنا لسه في تكملة الـ Udacity Machine Learning Nano Degree Projects، لسه في الجزء الأول اللي هو Introduction to Machine Learning. المفروض ده يعتبر أول مشروع فعليا، المشروع الأول يعني، اللي هو Prediction Boston Housing Prices. المشروع ده يعتبر Regression Problem. عشان نفهم ايه هي الريجريشن بروبلم، فاحنا نقول تقديم سريع كده. الماشين ليرنينج اساسا بتنقسم عندنا الى 3 اقسام رئيسيه، اللي هو السوبرفايز ليرنينج والان سوبرفايز ليرنينج والريانفورسمنت ليرنينج. بالنسبه للسوبرفايز ليرنينج، هو ان الداتا عندي يكون ليها ليبل، يعني الحاجه اللي انا بعمل لها استنتاج، انا عندي فيتشر او عمود يعني بيقول فيه القيم اللي انا عايز استنتج زيها، تمام؟ وبالتالي انا بقدر اعلم الالجوريزم من القيم دي، او باللغه العربيه بيسمى التعلم الاستقرائي. التعلم الاستقرائي يعني كأن انت بحضرتك بتتعلم، فانت بتقرا وبتتعلم من اللي انت قراته. اما الان سوبرفايزد ليرنينج فده التعلم الاستنتاجي، وهو ان انا ما عنديش ليبل للداتا، انا ما عنديش حاجه اقرا منها اتعلم منها اللي انا عايز اتعلمه، تمام؟ زي ما انا مثلا عايز اصنف مثلا مجموعه من الحيوانات، فلو عايز اصنف المجموعه الحيوانات دي، انا ما يعني ما عنديش فكره انا ايه الحاجه اللي انا عايز اهتدي بيها او استدل بيها في هذا التصنيف. فانا مثلا ببدا اشوف مثلا ان الحيوانات دي بتولد، بترضع، عندها فرو، فدي تبقى ثدييات. مثلا الحيوانات دي عندها حوافر وبتبيض وبتعيش مثلا في اماكن قريبة من المية وعندها حراشيف، يبقى دي زواحف، وهكذا يعني. فده اسمه التعلم الاستنتاجي اللي هو unsupervised learning. التعلم الأخير reinforcement learning، وده اللي هو التعلم المعزز يعني، أو اللي هو إن أنت ده عادة بيتعامل مع اللي هو لما يبقاش عندك داتا أصلا تشتغل عليها، وان انت عايز الالجوريزم يتعلم عن طريق الصواب والخطأ، ان هو يحاول ويغلط ويتحاول ويغلط ويحاول ويغلط لحد ما يتعلم. ده مبدأ الثواب والعقاب. في السوبرفايز ليرنينج بينقسم عندنا الموضوع لقسمين، اللي هو الريجريشن والكلاسيفيكيشن. الفرق بين الريجريشن والكلاسيفيكيشن ان في الكلاسيفيكيشن ان انا عندي عارف عدد الكلاسز اللي انا عايز استنتجها، يعني انا عارف ان انا هستنتج، بحاول استنتج مثلا عندي صور وعايز استنتج الصوره دي فيها كلب ولا حمار ولا قطه ولا انسان وهكذا. ده فانا عارف بالظبط يعني عدد معين من الكلاسز، يعني معناها ان الليبلز اللي عندي ليميتد، معروفه عدد معين معروف. يعني كان ممكن يكون العدد ده كبير، ممكن يكون 1000 2000 3000 مليون حتى، ما زالت كلاسيفيكيشن بروبلم. لكن في الريجريشن بروبلم انا عندي الفيتشر اللي انا بعمل له بريدكشن، الفيتشر ده كونتينوس، بمعنى ان عدد له عدد لا نهائي من الاحتمالات. يعني مثلا ممكن اكون بعمل بريدكشن لسعر مثلا اغلاق البورصه لسهم معين، تمام؟ فممكن سعر السهم ده يقفل مثلا على 6 جنيه و70 قرش، ممكن يبقى 6 جنيه و71 من 100، ممكن يبقى 6 جنيه و72 من 100، ممكن يبقى 6 جنيه و.723، ممكن يبقى 6 جنيه و.72.35، ممكن يبقى 6 جنيه و.723.56، وهكذا. انا عندي عدد ما نهائي من الاحتمالات. انا كل ده بكلمك في ان هو لسه ما زال 6.7، يعني لسه ما طلعتش بره 6.7، ومع ذلك انا ممكن اوصل لك لعدد لا نهائي من الاحتمالات. تخيل بقى ان الموضوع ممكن يكون التغير اكبر من كده. فهو ده معناه ان انا بعمل ريجريشن. لو انا مثلا نقول مثال تاني، لو انا عايز اتوقع مثلا درجه الحراره بكره، الطقس، لو انا بتوقع درجه الحراره بكره كام العظمى مثلا، يبقى مثلا ممكن تكون 37، ممكن تكون 37.1، 37.2، 37.215، وهكذا. ده كده اسمه ريجريشن. اما لو عايز اتوقع الطقس بكره هو حر ولا برد، فدي بقت كلاسيفيكيشن، تمام؟ فاحنا البروجكت اللي هنشتغل عليه النهارده هو ريجريشن بروبلم. هو لسه في ريجريشن في البروجكتس الجايه طبعا، ان احنا يعتبر يعني الكورس رسميا ما دخلش في البارت اللي هو السوبرفايز ليرنينج، وان هم بيتكلم في الانترودكشن، لكن هو حب يعمل انترودكشن بالريجريشن بروبلم دي، بس هو عايز يوصل لك حاجات تانية فيها هنتكلم عنها. طيب احنا زي ما قلنا، المفروض ان انت لو هتذاكر الكورس
فهو المفروض ان هو بيشرح لك هنا، يعني ده الجزء اللي هو بتاع البروجكت اللي فات اللي هو المقدمة، وبعد كده المفروض هنا التريننج مودلز، ده الجزء المفروض كنت ذاكرته قبل ما تبدأ، التريننج مودلز، تيستينج مودلز، ايفالويتنج ميتريكس. التريننج اللي هو ازاي بتعمل ترين الموديل، ازاي تعمل تيست للموديل، ازاي تقيم في الفيتك ميتريكس، ده اللي هو ازاي تقيم الموديل بتاعك، تقيس الاكيوريسي او السكور بتاعه. ديتكتنج ايرورز، ازاي تعرف تدور ايه سبب الايرور. وبوتينج اول توجذر، ده اللي هو الجزء ده ان هو ازاي نحط كل ده مع بعضه ونعمل بروجكت. تمام. وفي هنا برضو الجزء ده المفروض تكون خدت فيه البيزيان ليرنينج. تمام. وبعد كده ايه البروجكت؟ طبعا احنا قلنا قبل كده المفروض الكورسات اللي هتتذاكر برضه هنقولها للمره، كل مره هنقعد نقول نفس الكلام. الكورسات اللي هتتذاكر هي الكورس اللي هو Introduction to Machine Learning، اهو نجيبهم ازاي. قلنا نخش الجزء اللي هو الكتالوج، ان هو سواء بالبوصله اللي انا دوست عليها على جنب دي لو انت عندك اكونت، او ان انت هنا تخش تدوس على الكتالوج دي وتخش هنا هتقول free courses وتقوم دايس على machine learning. قلنا هيطلع لك الكورسات دي، هتلاقي introduction to machine learning او الكورس فوق دون، وده هو الاهم قلنا ده الجزء العملي، وفي الجزء دون اللي هو machine learning ده الجزء اللي هو الماثيماتكس او الجزء النظري بتاع البروجكت بتاع النانو ديجري، ودون بنشرح فيه يعني الموضوع بطريقة نظرية بحتة. اهم حاجه الجزء اللي هو بتاع الانترودكشن تو ماشين ليرنينج ده هو ده الجزء الاهم، ان هو ده اللي هيعلمك ازاي تكتب الكود وازاي تفهم الكلام المكتوب. تمام. برضه هحط لك اللينكات بتاعتهم تحت. طيب وإذا احنا خلصنا الجزء ده خلاص مش عايزين بقى. طيب تعالى نفتح الريبوزيتوري، هحط لك اللينك بتاعها تحت. دي الريبوزيتوري بتاعت اليوديستي اهي، الماشين ليرنينج، هتلاقي جوه هتلاقي ماشين ليرنينج جوه بروجكتس، جواها اول بروجكت اللي هو بوستون هاوسنج. تمام. طيب الفايلات اللي جوه، الفايل الريد مي ده اللي هو اللي احنا هنقراه دلوقتي، فايل اللي هو الاي بايثون فايل اللي احنا هنشتغل عليه، السي اس في فايل ده اللي هو اللي فيه الداتا، البروجكت ديسكريبشن ده شويه كلام ممكن تبقى تفتحه تقراه، الفيجوالز ده برضو فايل دوت باي، ده فايل بايثون فايل هو عامله عشان يعمل الجرافس او الرسم اللي هيبقى موجود في البروجكت عشان ما يدخلكش انت في تعقيدات استخدام المات بلوت لايبرري، فعامل هو فانكشنز جاهزه ترسم لك الايه الجرافس يعني. تمام. البروجكت معمول ببايثون، محتاج تكون عندك اللايبرري زين في البايثون. طبعا انا بنصح باستخدام اناكوندا زي ما هو بيقول كده، خاصه لو انت لسه مبتدئ، بيكون فيها النم باي والبانداز والمات بلوت لايبرري والسايكت ليرن، وطبعا لازم يكون في عندك الجوبيتر نوت بوك اللي هنشتغل عليه. اعتقد ان البروجكت ديزاين ذا بايثون 2، اعتقد انا اذكر كده، فانت هتحتاج عشان تعمل الموضوع ده عشان تصلحه هتحتاج ان انت تخش جوه الفيجوال دوت باي ده وتعدل اي برنت فانكشن، تخليها تحط قوسين حوالين الـ يعني اللي هو الحاجه اللي واخدها البرنت. تمام. ودي هو الفرق يعني الرئيسي في بين بايثون 2 و3. هو انا شايف هنا ان هو كاتب بايثون 3، فغالبا البروجكت دي هم معدلينها هنشتغل بايثون 3 تقريبا يعني. لو ما لقيتهاش متعدله وانت عايز تشتغل بايثون 3 فتعمل اللي انا بقول لك عليه ده. هو طبعا في الاي بايثون فايل نفس الكلام، لو لقيت اي برنت فانكشن مش محطوط قوسين بعد حوالينها، حوالين الكلام اللي هتعمل له برنت، تحط القوسين وهيشتغل معاك البروجكت بايثون 3 عادي. طيب تعال نقرا بقى ايه الران. طبعا هو بيشرح لك هتعمل ران زي من الاي بايثون فايل، طبعا تفتحه بالجوبيتر. الداتا هنا بيقول لك ان الداتا جايه من موقع اللي هو يو سي اي ماشين ليرنينج ريبوزيتوري دي، هي واخد منها 489 داتا بوينتس بس، وخد منها 3 فيتشر، والتارجت فيتشر بتاعنا هيبقى 4. ايه هما الفيتشرز اللي موجوده في الداتا اللي عندنا؟ اول حاجه الار ام. ار ام ده افريج نمبر اوف رومز بير ايه دويلنج، اللي هو متوسط عدد الغرف بالنسبه للسكن. الستيت داون او البرسنتج اوف بوبيوليشن كونسيدرنج لوور ستيتس، اللي هو عدد او نسبه الناس الفقراء اللي موجوده في النيبرهود او في الحي. احنا بنتكلم عن مدينه اسمها بوسطن، المدينه دي فيها احياء
وفي مجموعة من المنازل احنا عايزين نعمل بريدكشن لأسعار المنازل في المنطقة دي. ففي عندي الفيتشرز دي اللي هو متوسط، أول حاجة متوسط عدد الغرف في السكن، نسبة الناس الفقراء في النيبرهود في الحي يعني، رقم ثلاثة اللي هو البيوبل تيتشر ريشيو اللي هو نسبة عدد الطلاب بالنسبة للمدارس بالمدارس الإعدادي والثانوي، وآخر فيتشر اللي هو الـ MEDV ده اللي هو التارجت فيتشر بتاعنا، ده الميديان فاليو اوف اونر اوكيبايد هومز، ده المتوسط، هو الميديان مش متوسط هو الافريج، القيمة المتوسطة لأسعار الناس اشترت بيها العقارات في المكان ده. تمام، طيب نخش بقى المفروض هنا. ممكن برضو نتفرج على الداتا من هنا كده، نتفرج على الداتا، ادي دي شكل الداتا اهي، ده متوسط عدد الغرف، متوسط عدد الناس الفقراء او نسبة الناس الفقراء، نسبة الطلبة لكل مدرس، ودي الاسعار هنا طبقا متوسط قيمة الاسعار. تمام، دي شكل الداتا في السي اس في فايل. طيب هخش طبعا على الاي بايثون فايل ده اللي هو موجود هنا، ده الاي بايثون فايل ده الفايل بتاع الداستي اهو، خش عليه. طبعا هنا بيشرح نفس الكلام اللي قلناه ازاي تشتغل على البروجكت، هنا برضو بيقول لك ان نفس الكلام اللي قلناه مقدمة، بيقول لك ان الداتا المفروض هتلاقيها في الريبوزيتوري هنا، وان الداتا دي اصلا عبارة عن الداتا دي كولكتد سنة 1978، هي اصلا 506 انتريز، 506 سامبل يعني 506 رو صف، وكان فيها 14 فيتشر، هو ما خدش ال 14 فيتشر، هو طبعا شال الفيتشرز اللي احنا مش عايزينها وخلى الاربع فيتشر اللي احنا اتكلمنا عنهم، وعمل بعض البري بروسيسنج على الداتا دي، ان هو لقى في داتا في بعض في 50 16 بوينت القيم بتاعتهم مش موجوده او قيم غير منطقيه فشلهم، في 1 بوينت في الار ام كانت 8.78 اعتبرها اوتلاير، اوتلاير يعني قيمه ناشز ممكن تعمل لنا مشكله. الفيتشرز دي هما دول اللي موجودين، وشال الفيتشرز الثانية اللي مش موجودة اللي احنا مش محتاجينها من ال 14 يعني، ده اتعمل له multiplicatively scaled، اتعمل له سكيل خلال السنين اللي هما 35 سنة يعني، كل ده مش هيخصنا، بس هو عايز يفهمك ان الداتا دي معمول لها بري بروسيسنج، عشان انت لو فكرت ان انت تنزل الداتا الاصلية وتشتغل عليها هتلاقي في شكل يعني في نوع من بشكل كبير الداتا مختلفه في الشكل. اول حاجه انا بيعمل ايه، بيعمل امبورت نمباي از ان بي، قلنا من امبورت pandas از بي دي، واستدعى هنا الكروس فاليديشن. بالنسبه للكروس فاليديشن دي يعني كانت بتستخدم في بايثون 2 اساسا، وهتتشال موجوده في بايثون 3 بس هتتشال، فهيديك warning ما تقلقش يعني، ما يطلع لك الورنج مفيش مشكله. خد منها شافل سبليت فانكشن اسمها شافل سبليت، وعمل امبورت الفيجوالز اللي هو الفايل اللي موجود معانا في نفس الفولدر، ومات بلوت لايبراري ان لاين دي عشان تظهر لنا الجرافس على الاي بايثون فايل. بعد كده بيعمل هنا لود للداتا، هيقرا الداتا ببي دي دوت ريد سي اس في، السي اس في فايل طبعا لازم يكون معانا في نفس الهوم دايركتوري يعني، او موجود معانا في نفس الفايل بتاع الكود، نقراه على طول. وخد منه الفيتشر او العمود اللي اسمه ام اي دي في وسماه برايسز، تمام، بقى داتا اوف برايس. بعد كده عمل ايه، عمل دروب للفيتشر ده، وسأل لك قلنا اكسس بتساوي واحد، دي بتخلي ان هو لما يجي يعمل دروب يعمل دروب للعمود وليس الصف، لو خليناها بزيرو هو هيدور على زي على صف اسمه ام اي دي في ومش هيلاقيه طبعا وهديك ايرور، فاحنا بنخليه اكس بتساوي واحد عشان خاطر يمسح عمود مش صف. وبعد كده بيقول برنت بوستون هاوسنج، هيطبع يعني العدد الداتا يعني بعض الداتا اللي هو الشيب بتاع الداتا. تمام، طبعا كل ده هو مكتوب اهو، ده يعني ده الفايل لما تنزله هتلاقيه مكتوب كده، انت مش هتكتب حاجه لسه، انا بس بشرح ايه اللي حصل يعني.
طيب بعد كده عايز ايه؟ عايز يعمل امبلمنتيشن بعض الايه الكالكولس كالكوليت ستاتكس، بعض الاحصاءات عايز يقراها، عايز نستكشف الداتا. احنا قلنا اي بروجكت لازم نبدا بيه بالداتا اكسبلوريشن، ان احنا نستكشف شكل الداتا بتاعتنا ايه، او نحاول نفهم الموضوع ماشي ازاي. فهنا عايزك تكتب ايه؟ هنا عايزك تكتب كود تجيب المينيمم برايس والماكسيمم برايس والمين بتاع البرايس والميديان والستاندرد ديفيجن. طبعا كل دول عشان تجيبهم موجودين في النمباي لايبراري، طبعا تقدر تدور عليها ازاي تتعمل وتجيبها، مفيش مشكلة. هيطبع لك الايه الكلام ده تحت هنا اهو، هيطبع لك القيم دي. تمام. بعد كده الفيتشر اوبزرفيشن، اللي هو احنا بنحاول برضو نفهم الفيتشرز كجزء برضو، وهنا ده السؤال برضو بيقول لك ان احنا يوزنج 3 فيتشر من الفيتشرز دول كهم الفيتشرز بتاعتنا، وبيشرحهم لك تاني. تمام. بيقول لك يوزنج يور انتويشن اوف ايتش اوف ذيس فيتشرز ابوف، دو يو ثينك ذات انكريز ان ذا فاليو اوف ذات فيتشر وود ليد تو انكريز ذا فاليو اوف ام اي دي في اور ديكريز ذا فاليو. يعني الفيتشرز دي من زي ما احنا شرحناها لك كده، اللي هو عدد الغرف ونسبة الناس الفقراء وعدد الطلبة المدرسين لكل، يعني نسبة الطلبة لكل مدرس في المدارس الإعدادية والثانوية. كل فيتشر من دول لما بيزيد أو ينقص، هل الفيتشر ده لما يزيد أو ينقص، هل البرايس اللي هو الام دي في ده، قلنا البرايس، هل البرايس بتاع السكن هيزيد معانا ولا هينقص؟ هو ده السؤال. يعني العلاقة بين الفيتشر وبين البرايس اللي هو التارجت بتاعنا، هل هي علاقة طردية أم علاقة عكسية؟ وهو عايزك توصل للكلام ده بالإيه؟ بالإنتويشن. تمام. طيب يعني بغض النظر عن الإجابة، أنا عملت مثلا هنا جراف يرسم البرايس مع الـ، يعني البرايس على الرأس أهو مع الأفقي، عشان يبين العلاقة، تشوف شكلها طردي ولا شكلها عكسي. طبعا واضح ان عدد الرومز طردي والحاجات التانية عكسية، او يعني في واحد عكسي صريح وفي واحد مش باين قوي وهكذا. فانت حاول برضه تعمل حاجة زي كده وتستنتج الموضوع. طيب ديفلوبنج موديل، اسف، ان احنا عايزين نرجع نعمل بقى موديل يعمل لنا الريجريشن اللي احنا بنعمله ده. اول حاجه طبعا عشان يعني تعمل ديفلوبنج لموديل، هو هنا يعني قلنا احنا هو هنا مش بي يعني الغايه من البروجكت اساسا هي يعني مش ان هو يعمل ريجريشن، وانما هو عايز ان احنا يعني يفهمك ازاي البروجكت بيكون شغال، او انت بتعمل ايه خلال ان انت بتكون شغال على بروجكت. فهنا بدأ بإيه؟ بإن أنت بتحاول تشوف المتريكس بتاعتك أو أسلوب قياس الجودة بتاعت البروجكت بتعمل إزاي. فهو طالب منك تكتب فانكشن هنا، الفانكشن دي المفروض إن هي تحسب السكور. إيه هو السكور؟ السكور بيقارن بين الواي ترو والواي بريدكت، بين القيمة الـ زي ما هو زي ما أنت شايف كده، بين القيمة الترو أنت عملت في قيمة ترو اللي هي مثلا سعر المنزل، القيمة الحقيقية المعروفة اللي موجودة في الجدول عندنا، وبين القيمة اللي انت عملت لها بريدكشن، وبتشوف نسبة الاير اللي خطأ بينهم كام. تمام. والمفروض هنا تستعمل اللي هو ار 2 سكور من اللايبراري سكيلر دوت ماتريكس. تمام. يعني انت هتعمل لها امبورت وتستعمل الفانكشن دي هنا اهو، ده طبقا ما هو كاتب لك جوه هنا، وتعمل ايه الفانكشن دي بحيث انها ترجع لك السكور اللي هو الايرور يعني. تمام. ودي هنا حاجة بس حاجة زي تيست كده عشان نشوف الايرور على الجدول اللي فوق دون، فتحسب لك السكور. Would you consider the model to have successfully captured the variant of the target variable؟ هل انت شايف ان الموديل اللي احنا عملناه دون، او الطريقة اللي احنا عملناها دي، هل فعلا تقدر تبريدكت او يعني او عملت بريدكشن للتارجت فاريبل اللي هو الفيتشر بتاع التارجت بتاعنا؟ واي اور واي نوت، ليه ليه اه وليه لا؟ اذا كنت شايف يعني ان اه فتشرح اه ليه، ولا يبقى لا ليه. طبعا انت لو عايز الاجابه اللي معمول لها ريفيو وكده هتلاقيها موجوده عندي في
في الريبوزيتوري بتاعتي اللي انا هبقى حاططها، حاطط اللينك بتاعها. بس ارجو ان انت ما تعملش كده الا لما تغلب، يعني لما تغلب خالص او لما تخلص البروجكت ممكن تبقى تراجع مع الاجابات بتاعتي. لكن قبل كده حاول ان انت ما تلجاش الموضوع ده، وحاول ان انت تجتهد وتحل بنفسك. بعد كده implementation shuffle and split data هنعمل ايه؟ احنا يا جماعه في اي يعني اي ماشين ليرنينج بروجكت بنقسم الداتا الى المفروض جزئين رئيسيين كبدايه، يعني الجزء اللي هو تريننج داتا وتيست داتا. ايه الغرض من الموضوع ده؟ الغرض ان انا لما باجي اعلم الجوريزم، فانا المفروض الالجوريزم يتعلم الفيتشر مش يحفظ القيم اللي فيها، فبالتالي انا عايز اختبره على داتا ما شافهاش. يعني بعد ما بعلمه على التريننج داتا باجي اختبره على التست داتا، يقوم هو التست داتا دي يبقى بالنسبه له داتا ما شافهاش. انا بعمل الجوريزم، لو انا بعمل الجوريزم لحاجه ريل لايف فانا ما عنديش كل الداتا اللي في الدنيا، وانما انا عندي كميه داتا معينه، فالداتا اللي عندي دي بحاول استغلها بقدر المستطاع، فبقسمها لتريننج داتا وتست داتا. عاده بيكون نسبه التقسيم مثلا 80 و20، يعني التريننج بتبقى 80% و20% في التست، او 70% و30% او 60% و40% وهكذا، يعني اي ده يعني حاجه. بس طبعا التريننج داتا يفترض دايما ان هي تكون يعني اكبر نسبيا من التست داتا. طبعا هو هنا في الكود ده عايزك تطلق، عايزك تعمل امبورت للفانكشن اسمها ترين تيست سبليت من سكيل ليرن كروس فاليديشن. قلت لك هيطلع لك ورننج للكروس فاليديشن دي هتشال. وعايزك تقسم بالفانكشن دي الداتا اللي عندك الى 80% تريننج داتا و20% تيستنج داتا، وترجعها للفاريبلز دي اللي هي اكس ترين اكس تيست واي ترين واي تيست. فانت المفروض تكتب الفانكشن هنا بعد ما تكون عملت الامبورت بتاعها هنا، تمام؟ وده بعد ما يخلص هيطلع ترين تيست سبريت سكسسفول، هيطلع ان هو تمام يعني. وبعد كده بيسألك بيقول لك وات از ذا بينيفيت اوف سبليتنج داتا سيت انتو سام ريشيو تريننج تيست اند تيست سيت. طبعا ده الكلام اللي انا قلته دلوقتي يعني. بعد كده analyzing model performance، احنا عايزين نعمل الموديل performance، عايزين نشوف كفاءة الموديل بتاعنا هيبقى شكله ايه. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا نرسم learning curves، تمام؟ ارسم learning curves. فهو دي function جاهزة جوه، function دي هتدي الموديل بتاعنا للريجريسور، تمام؟ وهتدي الداتا بتاعتنا للريجريسور. والريجريسور ده هيحاول يتعلم ب ثانية واحدة، هيحاول يتعلم طبعا. ده الخارج اهو بتاع الفانكشن اللي فوق دي، المفروض ان بعد ما يحصل الكلام دوت هتلاقي عدد الفيتشر 391 و8، عدد السامبل بوينت في التريننج ده 390 والتست 98، وطبعا ده كده سكسسفول، تمام؟ اجابه السؤال. بعد كده هنا ده الاجابه، ده بعد ما انت مجرد تعمل رن الكود ده هيطلع لك الرسمه دي. ايه معناها الرسمه دي؟ هو عمل ديسيشن تري ريجريسور خلاص وبكذا ماكسيمم ديبس. ايه هو الماكسيمم ديبس في ديسيشن تري؟ هو يعني حاجه بتعبر عن الكومبلكسيتي اوف الموديل، يعني هو كل ما يعني ما الموديل بيزداد تعقيد، كل ما انت بتسمح بماكسيمم ديبس اكبر كل ما الموديل يقدر يسمح بزياده التعقيد. يعني الموديل يقدر اصلا في الديسيجن تري تقدر تعمل ان هي تخلي كل سامبل بوينت في كل فيتشر ديسيجن يعني، فبالتالي تقدر توصل لمستوى تعقيد عالي جدا لو انت سبتها. لكن فلازم تعمل ايه؟ تحدها عن طريق الماكسيمم ديبس. الماكسيمم ديبس ده هيعمل ايه؟ الماكسيمم ديبس ده هيقلل الكومبلكستي، فبالتالي هيحصل ايه؟ كومبلكس دي كل ما بتزيد بتعمل ايه؟ بتخلي الموديل يحفظ التريننج داتا، يعني يبقى هو حافظ شكل التريننج داتا دي، مش يتعلم الفيتشرز بتاعتها. وبالتالي الموضوع ده بيؤدي ان لما بتيجي تدي له تيست داتا او تدي له داتا ما شافهاش قبل كده، فبالتالي بيفشل في ان هو يقدر يعمل لها بريدكشن صح. فتعال نتفرج على ماكسيمم ديبس واحد، هتبص هتلاقي ان التريننج ايرور كان بدأ كبير وبدأ يقل، تمام؟ ده السكور، اسف مش الايرور هنا، يعني السكور والايرور هما يعني حاجتين عكس بعض والاثنين بيعبروا عن نفس الشيء. يعني ممكن تعمل الرسمه دي على السكور او على الايرور، فهنلاقي ان السكور كان 100، كان واحد يعني،
اللي هو 100% كله صح، بعد كده قل وفضل يعني ماشي عند في ده في الماكسيمم ديبس واحد، وحاولنا على 50% تقريبا ثبت السكور بتاع الترينج داتا، الترينج داتا اللي هي بالاحمر والتستنج داتا اللي هي بالاخضر. بالنسبه للتيست داتا في الماكسيمم في الديبس واحد برضو بدأ السكور بصفر، وبعدين نط من الاربعه من عشره، وفضل برضو ماشي لحد ما وصل للخمسه من عشره. تمام، فده موديل يعتبر في حاجه بنسميها اللي هو لو بايز، او ان هو اندر فيتنج، ان هو اصلا يعني الاكيوريسي بتاعته مش كويسه يعني. تمام، تعال نشوف لما ماكسيمم ديبس بقى بثلاثه، الكومبلكس بتاعت الموديل زادت شويه لكن زياده مفيده، فخلت التريننج داتا بدات معانا برضو بالواحد، ووصلت معانا لحد فوق ال 80% تقريبا، حاجه بسيطه. والتست داتا برضو نفس الكلام لغايه ما عملت كونفرج قريب منها يعني. تمام، فده يعتبر موديل كويس. طيب بالنسبه للماكسيمم ديبس 6، تبص تلاقي ان الداتا في التريننج اعلى، يعني حوالي 90%، وصلت حوالي 90%، لكن في التريننج في التستنج اسف ما عليتش، بل اللي نزلت تقريبا وصلت لي يعني حوالي 70%، وما فيش كونفرج حصل بينهم. يعني بصيت للمسافه اللي ما بين التريننج داتا والتست داتا في النهايه خالص، هتلاقيها مسافه كبيره نسبيا. في الماكسيمم ديبس 10 واضح هنا بقى، هنا ده اللي اسمه الاوفر فيتنج رسميا، يعني هو ان حصل تريننج داتا حصل الاكيوريسي بتاعتها عاليه جدا تقريبا 100%، والتست داتا عمل حوالي 65% تقريبا، وصلت حوالي 65%، والكونفرج برضو كبير جدا بين الاثنين، في مسافه فاصله كبيره، وده دليل برضو على الاوفر فيتنج. تمام، طيب تعالى نشوف هنا بقى السؤال بيقول ايه. بيقول لك choose one of graphs above and state the maximum depth for the model. شوف واحد من دول واختار الماكسيمم ديبس بتاع الموديل. What happens to the score of the training curve as more training points are added؟ يعني كل ما بنزود لو ما بنزود التريننج موديل بنزود البوينت، يعني هنا ده مع 50 بوينت، مع 100 بوينت، مع 150، 100، 250، 300، يعني بيقول لك كل ما بتزيد ايه اللي بيحصل للتريننج كيرف. بيقول لك هو بيقول لك اختار واحد من دول عشان تشرحه. تمام، فبيقول لك فهتشرح له هنا انه واحد فيهم، هتقول له مثلا هختار اللي هو ماكسيمم ديبس واحد، فهتقول له مثلا كل ما بيزيد البوينتس كل ما مثلا التريننج سيت بيحصل لها كذا والتست سيت بيحصل لها كذا. تمام، الجزء الثالث would have having more training point benefit the model، يعني كل ما بتزيد التريننج موديل، هل لو زودنا بقى التريننج موديل عن اقصى حاجه موجوده عندنا اللي هي مثلا هنا 350 او 400، هل الداتا هتتحسن، هل الاكيورسي ممكن تتحسن. طبعا ده متروك بقى ليك بقى، المفروض تفهمه من كده. تمام، هنا بعد كده عايز يتكلم عن الكومبلكسيتي كيرفز، هو تقريبا نفس الكلام اللي شرحته، هيتعمل ران للسيل اللي تحت دي، فهتشوف هنا كومبلكسيتي اللي تحت ده ان هو الماكسيمم ديبس اللي هو الاكس اكسس عليها الماكسيمم ديبس، والواي اكسس عليها السكور، وبيشوف بيقول لك كل ما هيزيد الماكسيمم ديبس، يعني بدأ ماكسيمم ديبس بواحد وبعدين باتنين تلاتة أربعة وهكذا لحد ما وصل لعشرة، بيقول لك شوف كل ما الماكسيمم ديبس بيزيد ايه اللي بيحصل. واضح ان طبعا عند نقطة معينة، يعني طبعا التريننج داتا هتزيد معانا، يعني الاكيوريسي بتاع التريننج داتا، السكور في التريننج داتا هيقعد يزيد معانا يعني لحد ما وصل ل 100% هو عند العشرة، لكن التست داتا ايه اللي حصل لها؟ عند الواحد كانت قليلة، زادت معانا عند الاتنين، زادت معانا كمان شوية عند التلاتة، عند الأربعة يعني بدأت إيه يعني يعتبر زادت، بس يعني إيه يعني الكونفرج بينها وبين التريننج داتا أكيوريسي بدأت تزيد. تمام، وبعد كده الخمسة والستة والسبعة والثمانية، واضح إن التريننج داتا أكيوريسي بدأت يحصل لها إيه، بدأت بتنزل، التستنج داتا أسف أكيوريسي بتنزل. تمام، فده هنا يعني بيحاول يفهمك ان كل زياده الكومبلكسيتي بتاعت الموديل ما هيش الحاجه الصح، وان الموديل ده لما يديني اكيوريسي عاليه على التريننج داتا دي مش حاجه كويسه. فهنا هنبدا نتكلم عن الكويستشن 5،
اللي هو البايس فاريانس تريد اوف، اللي هو قلت لك اللو بايس ده معناه ان الموديل حصل له اندر فيتنج، ان الموديل ما هوش كويس كفايه، الاكيوريسي بتاعته منخفضه، محتاج ان انا احسنه، ازود الكومبلكس بتاعته سنه عشان يبقى احسن. الفاريانس الهاي فاريانس ان الموديل حصل له اوفر فيتنج، معناها ان الموديل الكومبلكس بتاعته زادت جدا اكثر من اللازم، وبالتالي هيعمل اكيوريسي حلوه جدا مع تريننج داتا، لكن لما اديته ما ادي له انسين داتا، اديته داتا تيستنج داتا او فاليديشن داتا، مش هيقدر يعمل لها بريدكشن كويس. بيقول لك هنا السؤال ايه؟ When the model is trained with the maximum depth of 1 does the model suffer from high bias or from high variance؟ لما الموديل كان maximum depth واحد كان عنده high bias ولا high variance؟ How about when the model is trained with maximum depth 10؟ لما كان 10 برضه ايه اللي حصل؟ What visual cues in graph justify the conclusions؟ ايه اللي خلاك تقدر توصل للكونكلوجنز دي، للملخص ده، ايه اللي خلاك استخلصت الكلام ده من الجرافز دي؟ تمام. بعد كده السؤال رقم 6 بيقول لك بيست جيس اوبتيمال موديل، هو عايز يعمل هنا ايه؟ بيقول لك وات ماكسيمم ديبس دو يو ثينك ريزلت از ا موديل ذات بيست جنرالايزد تو انسين داتا، ايه احسن موديل طبعا بنظر الجراف اللي انت شفتها، ايه احسن موديل يعني ممكن يبقى كويس بالنسبه للانسين داتا، بالنسبه للداتا مش ما شافهاش قبل كده. What intuition lead you to this answer؟ ايه الحدث، ايه الفهم اللي وصلك الى ايه، الى هذه الاجابه يعني. Evaluating model performance، تمام، عايزين نقيم جوده الموديل. اول حاجه اتكلم عن الجريد سيرش. What is Great Search Technique؟ المفروض ان انت لو اتفرجت على الكورس فانت اتعلمت حاجة اسمها الجريت سيرش. الجريت سيرش تكنيك هو ببساطة ان انت بتبدأ، يعني هو طبعا موجود في sklearn دوت جريت سيرش. اول حاجة انت بتقسم الداتا الى التريننج داتا الى جزئين، جزء اسمه فاليديشن داتا، وجزء اللي هو بنسميه كأنه بنسميه تريننج داتا. الفاليديشن داتا دي بنعمل بيها ايه؟ بنستعملها كتست داتا عشان نظبط حاجه اسمها الهايبر بارامترز بتاعه الموديول. تمام، انا عندي استخدمت الجوريزم معين فعايز اظبط الهايبر بارامترز بتاعته، فعايز اعمل له ترين على داتا وتست على الداتا تانية، فبقسم التريننج داتا الى جزئين، تريننج داتا وفاليديشن داتا، وبياخد مثلا وليكن 20% مثلا من التريننج داتا بخليهم فاليديشن، والتمانين الباقيين بخليهم هم التريننج الاصليين، يعني ده كمثال يعني. وببدا اعمل ايه؟ ببدا اجرب مثلا الهايبر بارامترز، يعني وليكن مثلا احنا هنا بنتكلم عن الديسيشن تري ريجريسور، فانا بجرب مثلا مع ماكسيمم ديبس واحد واشوف ايه اللي هيحصل على الفاليديشن داتا، مع ماكسيمم ديبس 2 وايه اللي هيحصل على الفاليديشن داتا، الاكيورسي بتاعي شكله ايه، السكور او شكله ايه، وهكذا 3 4 5 6 لحد ما اوصل لافضل سكور يرجع لي افضل سكور حصل، وهو ده الجريت سيرش بيعمله. تمام. فطبعا طيب ايه الغرض، ايه الفايده اللي انا استفدتها من الموضوع ده؟ ان كل الشغل ده انا بعمله جوه التريننج داتا، انا قسمت تريننج لتريننج و فاليديشن داتا، فبالتالي التست داتا ما زالت انسين، ما زالت بالنسبه للالجوريزم انسين، فاقدر اعمل بعد ما اخلص الموديل خالص واظبط كل حاجه اقدر اعمل ايفالويشن للموديل بالتست داتا اللي هو لسه ما شافهاش. تمام. طيب في تكنيك اكثر تعقيدا شويه اسمه الكروس فاليديشن، او اسمه الكي فولد كروس فاليديشن. ده بيعمل ايه؟ ده بدل ما انا بقول لك انا قسمت التريننج داتا اذا تريننج و فاليديشن والجزء ده ثابت، لا طب ما ممكن الفاليديشن حبه اللي انا خدتهم كفاليديشن دول يكونوا مش شافلد كفايه، مش مت يعني مش متاخدين عشوائيا بطريقه كافيه، ممكن يكونوا مش كافيين ان هم يعملوا تيستنج كويس للداتا. فبعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها الكي فولد، انا بقسم التريننج داتا الى كي بارت، يعني كي ست وليكن 10 مثلا، وبعمل ايه؟ باخد التسع اجزاء من الداتا، العشر اجزاء دول بستعملهم تريننج، واخد الجزء العاشر كتيست او كفاليديشن داتا.
تمام، واعمل تريننج واعمل تيست على الفاليديشن داتا الجزء العاشر واشوف ايه النتيجه، وبعدين بعد كده اغير اخد جزء تاني في المره التانيه، اخد جزء تاني يعني المره اللي فاتت خدت مثلا الجزء 9 اجزاء الاولين والجزء العاشر كفاليديشن، المره التانيه هاخد يعني الجزء رقم 2 هو مثلا اللي يبقى فاليديشن والباقي يبقوا ترين، والمره الثالثه هاخد الجزء رقم 5 ان هو يبقى فاليديشن، والجزء الثالث يبقى والباقي يبقوا ترين، وهكذا، وافضل اجرب واخد الايه واخد المتوسط بتاع الاكيورسي اللي هتطلع لي او السكور اللي هيطلع لي، ده اسمه الكي فولد كروس فاليديشن. تمام، فهو هنا بيتكلم عن الموضوع ده وبيقول لك وات از كي فولد كروس فاليديشن. طبعا انت محتاج تقرا ومحتاج تشوف الفيديوز بتاعت الشرح او تجاوب الاجابه دي بطريقه يعني كويسه. What benefit does the technique provide to great search when optimized the model؟ طبعا زي ما قلت لك الغرض الرئيسي او الفائده الرئيسيه من الجريت سيرش ان انا احسن الموديل، اجيب الهايبر بارامترز افضل فاليو للهايبر بارامترز في الموديل، وكل ده من غير ما اقرب من التستنج داتا عشان يفضل عندي انسين داتا اقدر اعمل بيها ايفالويشن للموديل. اللي بعد كده عايز يعمل امبلمنت للموديل، فيتنج موديل، عايز يعمل يستعمل الديسيشن تري ريجريسور اهو من الاس كي ليرن دوت تري، تعمل له امبورت اسف، وتعمل له بعد كده فيت على الداتا، وتستخدم ماكسيمم ديبس، وتجرب ان انت تعمل ماكسيمم ديبس من 1 ل 10 باستخدام الجريت سيرش، وبتبني حاجه اسمها سكورر. تمام، دي كل دي فانكشنز موجوده في الاس كي ليرن، وبتستعمل الجريت سيرش كروس فاليديشن فانكشن دي من الاس كي ليرن دوت جريت سيرش، وبتبدا تعمل الكود ده كله بتكتبه هنا، وتعمل فيت للموديل لغايه ما ترجع لك ايه، بيرجع لك هنا الفانكشن دي، بترجع لك جريد دوت بيست استيميتور، دي فانكشن موجوده في الجريد سيرش فانكشن، يعني بترجعها لك، بترجع لك افضل موديل حصل بعد ما جربت عليه ال بتاع ده الجريد سيرش. تمام، طبعا لازم اقول لك هنا في حاجه اسمها الراندوم ستيت دايما في كل الجوريزم، دي لازم تظبطها بقيمه معينه، ودي بتحسن جوده الموديل لما تيجي تعمله، ودي ببساطه هي بتعمل ايه، بتثبت اسلوب الراندمايزيشن بتاع الداتا لما تيجي تاخد تتعامل مع الداتا عشان خاطر الموديل ما يعني ما يتلخبطش. هي دي راندوم ستيت ايكوال، ممكن تثبتها بقى 0 1 2 زي ما انت عايز، 10 100 وهكذا. طيب بعد ما كتبت الفانكشن دي المفروض نعمل ميك بريدكشن ونشوف الاوبتيمال موديل هنا بقى نستعمله. فهو هنا بيعمل ايه، قال ريج بتساوي فيت موديل، فيت موديل دي اللي هي ايه، اللي هي الفانكشن اللي احنا كاتبينها دي، وبيوصلها الاكس والواي، الاكس اللي هم الاكس ترين والواي ترين، فهي تاخد الداتا وتعمل لها شافل سبليت، وبعدين تاخدها تحط تديها للريجريسور اللي انت بقى عندك، والجريتور ده تعمل له جريت سيرش وتطلع ارجع احسن الجوريزم وترجعه لك. تمام، فهيبدا يطبع البارامترز، هيطبع الماكسيمم ديبس بتاع افضل موديل يعني وصل. بعد كده بريدكتنج سيلينج برايس، هنبدا بقى فعلا هنا نعمل بريدكتنج للبرايس اللي احنا عايزينه او البرايس بتاع السكن معين. فبيقول لك هو مديك هنا ثلاث نماذج، بيقول لك هنعتبر ان احنا في عندنا واحد سمسار عنده ثلاث بيوت، دول كلاينت 1 كلاينت 2 كلاينت 3، ثلاث زباين. البيت الاولاني فيه 5 رومز 4 رومز 8 رومز، نسبه الناس الفقراء 17 32 3، الستودنت تيتشر ريشيو كام، 15 ل 1، 22 ل 1، 12 ل 1. تمام، وادتك ادالك الداتا دي في هيئه ماتريكس اهي. تمام، وبيقول لك ايه، وات برايس وود يو ريكومند ايتش كلاينت سيل هيز او هير هوم، ايه ايه البرايس اللي انت تديه يعني للزبون ده ان هو يبيع بيه المنزل بتاعه. دو ذيس برايس سيم ريزونبل، يعني هل الاسعار دي تبدو معقوله؟ طبعا احنا هنعمل الكلام ده عن طريق البريدكشن، هو الكود ده مكتوب جاهز اهو، الكود ده هياخد الصف دون كداتا ويعمل له بريدكت، يعني دول كده ان هم الثلاثه فيتشر بتوعنا اهو، ويبصيهم للالجوريزم بتاعي اللي هيعمل لي بريدكت لسعر البرايس، فهيطبع لك هنا الثلاث اسعار بتوع
يطبع لك هنا التلات أسعار بتوع الإيه التلات منازل دول. تمام، بيقول لك هل أنت شايف إن الأسعار دي معقولة؟ فالمفروض إن أنت تجاوبه. طبعا عشان تجاوبه على سؤال زي ده، المفروض إن أنا أعمل إيه؟ المفروض إن أنا عشان أقارن دايما قيمة لفيتشر ما، سواء الفيتشر ده هو تارجت أو مش تارجت، فببدأ أشوف الفيتشرز بتاع اللي أدت إلى هذه القيمة وأقارنه بالمين بتاعها، فأشوف إيه علاقة الفيتشر الخمسة مثلا، إيه علاقتها بالمين السبعة، بالمين بتاع الفيتشر بتاعها 17، إيه علاقتها بالمين بتاع الفيتشر بتاعها ال 15، إيه علاقتها بالفيتشر بتاع المين بتاعها، وهكذا. كل ده بحاول أفهمه عشان أفهم الخمسة دي اللي هي قليلة ولا كتيرة، 17 دي قليلة ولا كتيرة، 15 دي قليلة ولا كتيرة، فبشوف المين بتاع الفيتشر. تمام، وبالتالي هقدر استنتج اذا كان السعر المفروض اللي يطلع يكون قليل ولا كتير. فبرضه بحتاج اشوف الـ المين بتاع الايه بتاع التارجت بتاعي برضه. فانا مثلا هنا يعني هتشوف مثلا انا عملت ايه، عملت فيتشرز دوت ديسكرايب. ديسكرايب ده بيطلع لك ايه، بيطلع لك الكاونت، عددهم، المين بتاعهم، ستاندرد ديفيجن بتاعهم، المينيمم، الماكسيمم، الفيرست كوارتايل، السكند كوارتايل، الثيرد كوارتايل، كل ده بيطلعه لك وتقدر تفهم منه. نفس الكلام، بصيت للبرايسز، طلعت البرايسز، عملت رسمة هنا اللي بيرسم لك الفيرست والسكند كوارتايل اللي هو اسمه ايه اللي هو البوكس بلوت ده، بيظهر لك شكل السامبل بتاعتك فين، والفيرست كوارتايل فين، والسكند كوارتايل، وتشوف شكل البوينت بتاعت كل كلاينت فين بالنسبة لكل فيتشر، اهي زي الصورة دي كده، عشان اقدر استنتج المعلومة اللي انا عايزها. تمام، طبعا المفروض تجاوب له على السؤال ده. بعد كده السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي هي العكس بتاع الروبستنس. ايه هو الروبستنس؟ الروبست لما اقول ان عندي روبست موديل، معناها ان الموديل ده قوي، موديل جامد، يعني ما بيتاثرش بال الايه يعني العوامل المتغيره. يعني وليكن مثلا انا عندي مثلا ايه، عندي مثلا عربيه بتمشي، فالمفروض العربيه دي مثلا ما فيش شويه هواء يجوا يزقوها يقوموا يخلوها تغير الاتجاه بتاعها مثلا، ده كده اسمها روبست، روبست موديل. فعكس الروبستنس هي السنسيتيفيتي، ان الموديل ده سنسيتيف. لو موديل سنسيتيف معناها ان ممكن اي شويه حاجه تيجي كده تبوظ الدنيا، تخلي الموديل يغير اتجاهه، يغير اسلوب عمله. فانا عايز اقيس الموديل ده روبست ولا لا. روبست بالنسبه للماشين ليرنينج الجوريزم معناها ان الموديل ده لما يجي له انسين داتا، هل هيقدر يبريدكت الانسين داتا دي كويس ولا لا. فهو هنا انت هتعمل ران للفايل ده، طبعا ده فانكشن جايه من الفيجوالز فايل بتاع اللي هم عاملينه، هيرسم لك جراف او لا اسف، دي مش هترسم لك جراف، دي هتعمل ايه، هتعمل ترايلز. تمام، بتحاول تدي قيم مختلفة للموديل، تعمل ترين للموديل على كي فولد فاليديشن، وتحاول يستنتج كل مرة نفس البرايس لنفس الايه الداتا. يعني عندي ثلاثة فيتشر، بحاول اترين الداتا على كذا جزء من الموديل، باخدش الداتا كلها، باخدش تريننج داتا كلها، باخد جزء منها واعمل عليه ترين، واحاول ابريدكت الانسين داتا بتاعتي او اللي هو الفيتشر بتاعي السامبل بتاعتي، وهلاقيها طلعت لي قيمه. بعد كده اعمل ترين تاني على داتا تانيه واعمل بريدكت تاني، واعمل ترين تالت على داتا تالته واعمل بريدكت تاني، وهكذا. فكل مره هتلاقي في حصل ايه، حصل تغير في القيمه دي، وراح ويقول لك ان الرينج بتاع التغير، يعني القيمة ما بين أقل حاجة وأعلى حاجة كام؟ 69,000 دولار، ده الرينج بين ده وده. فده عايزك تجاوب له بقى، هل الموديل ده سينستيف ولا أو روبست ولا لأ. تمام، ده هنا بعد كده السؤال رقم 11 applicability اللي هو القابلية. In a few sentences discuss whether the constructed model should or should not be used as a real world
وورلد وورلد سيتنج، يعني بعد ما احنا شفنا الروبستنس بتاعت الموديل دي. عايز بيقول لك قول لي الموديل ده، اشرح لي الموديل ده ينفع استخدمه كحقيقي، يعني ينفع اروح لواحد سمسار دلوقتي اقول له خد الموديل اللي انا عملته ده، بدل ما تيجي انت عمال تقول تدرس عليهم وتقول لهم اي اسعار لاي حاجه، لا خد الموديل ده احنا هنستعمله عشان نقول للناس تعرفوا اسعار البيوت، او ان انا مثلا اعمل موبايل ابلكيشن للناس اقول لهم يا جماعه انتوا مثلا لما تيجي تعوزوا تستنتجوا سعر بيت في المنطقه دي دخلوا هنا هيطلع لك سعر المتوسط او سعر قريب اللي تروح تشتري بيه البيت ده، السعر اللي يستاهله البيت ده. هل ينفع تستعمل الموديل ده كده؟ بيقول لك ايه، بيقول لك تيك ا لوك اوف رينج برايسز كالكوليتد ان ذا كود سيبت اباف، بيقول لك بص على الكود اللي احنا عملناه فوق وبص على الرينج بتاع البرايسز اللي احنا سنيب السنسيتيفيتي ده والروبستنس بتاعت الموديل، وقول هاو ريليفنت توداي از داتا ذات واز كولكتد ان 1978. يعني ايه يعني برضه، هل حط في اعتبارك ان الداتا دي متجمعه من سنه 1978، هل ده هيأثر في ان انا استخدمه كريال وورلد ابلكيشن؟ ايه اهميه الموضوع ده في عندنا؟ ار ذا فيتشرز present in the data sufficient or described home، هل الثلاثة فيتشر اللي احنا خدناهم دول كافيين ان انا اقدر اقيم سعر المنزل، ولا المفروض ادور على فيتشرز تانية؟ خاصة احنا كنا بنقول ان الداتا اصلا 14 فيتشر احنا خدنا منهم اربعة بس، يعني لو سقطنا اللي هو البرايس اللي احنا بنعمل له بريدكشن يبقى انا عندي 13 فيتشر احنا خدنا منهم ثلاثة، يعني في 10 فيتشر تانيين، هل ال 10 فيتشر تانيين دول انا محتاجهم ولا مش محتاجهم؟ Do you think factors like quality or applicants in the home، السكوير فيت، البلوت اريا، البريزنس، البول، حمام السباحه، نوت موجود ولا لا، شود فاكتور ان، الحاجات دي ممكن تاثر على سعر المنزل ولا لا، يعني لو بيت فيه حمام سباحه وما فيهوش حمام سباحه هل ده ياثر في سعر المنزل ولا ما ياثرش؟ از ذا موديل روبست انف، هل الموديل ده روبست انف ولا لا تو ميك كونسيست بريدكشن، عشان يعمل بريدكشن موثوق؟ Would data collected in an urban city like Boston be applicable in rural city؟ يعني بيقول لك إن الداتا دي متجمعة في مدينة من المدن الكبيرة، مدينة يعتبر حاجة زي عاصمة، حاجة مثلا زي عندنا القاهرة أو الجيزة، هل دي ينفع أروح أستخدمها مثلا هي نفسها بنفس الداتا، عملت ترين في القاهرة وبعدين أروح أستخدم نفس الداتا دي مثلا في المنوفية مثلا أو في سوهاج أو في المنيا، هل ينفع أعمل كده ولا ما ينفعش؟ It is fair to judge the price of an individual home based on the characteristics of an of entire neighborhood. هل يعني fair، هل ده عادل ان انا اقدر اقيس سعر البرايس بناء على النيبرهود بتاعت المنزل؟ هل ان انا عشان انا شفت النيبر هود بس، هل ده كافي؟ هل ده فير انف؟ هل ده عادل عشان احكم على سعر المنزل من النيبر هود بتاعته ولا لا؟ الحمد لله كده ان شاء الله خلصنا البروجكت. اتمنى كل الناس فهمت كل حاجه، لو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي تحت الفيديو، كل اللينكس ان شاء الله تحط تحت الفيديو. ان شاء الله البروجكت الجايه تكون موجوده قريب باذن الله. أرجو إن الناس تكون استفادت وإن الناس تشتغل البروجكت بإيديها وتكون ماشية في الكورس. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.